صح. هدف بلا قيمة زي الأهداف إياها لعبة يعني. لعبة بلا قيمة. هدف بلا قيمة زي الأهداف إياها. فعندك برضه أنهي أهداف إياها يعني؟ هو أنت لازم تدي واحدة كده في النهاية. ما بديش أنا. ما الدنيا عادي يعني. فظيع. في أهداف ممكن ما تخلصش ماتشات بس أهداف ممتعة يعني. بص يا أميرة عشان ما حدش يزعل مني والله. أنت بتزعل الناس منك. لا خالص والله أنا ما بتكلم الناس تقول لك أنا آسف ما زعلتش بس استحملني في الدقيقة دي. أنا ما كنتش عايز أخرج من الأهلي والله. الناس النهاردة بقالنا مثلا أربع أيام ورئيس النادي مصاحب للزمالك وأمين الصندوق وعضو اثنين أعضاء مجلس إدارة عشان الماتش مهم جدا وماتش مصيره وماتش حاسم. يا جماعة دريمز الغاني المركز 14 فريقه ما خدش إلا كأس مصر نسخة بطولة واحدة في تاريخه كلها الدوري البطولة غانا ما فيهاش أي بطولة. القيمة التسويقية بتاعته 1.4 مليون دولار اللي هو يسامح مفتوح بس. القيمة التسويقية بتاعت النادي بسلطاته ببابا غنوجه بانتقالاته بمدربينه بلاعبين 1.4 مليون دولار لعب دوري في غانا اللي هو ما عندهاش دوري. انت راجل متابع كوره بقالك قد ايه؟ من زمان. انا من زمان طبعا. هل كل اللي انت بتقوله ده مؤشرات او مقاييس تقدر تبني عليها اي مباراه؟ بتحصل حكيم ساعات بتحصل ساعات بتقفل. ممكن تتلعب اضعف فريق في الدقيقه. احنا ممكن نلم بعض نروح لاعب فريق جامد على مفاجات الكوره. ظروف الماتش تساعدنا. انت بتتكلم عن مفاجات الكوره. انا مش بتكلم عن مفاجات الكوره. انا بتكلم على التضخيم من حاجه عشان لما تحصل يقولوا انجاز. لا مش انجاز. انجاز لما تيجي تتكلم بارقام ارقام. انا والله العظيم ما قصدي حاجه. انا بحترم جدا 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 نادي الزمالك وتاريخه وجماهيره. لكن انا بتكلم في نقطه تانية. ما تضخمليش حاجه مش موجوده على ارض الواقع قصاد ان انت بتحاول تقول ان دي حاجه عاديه لارقام مرعبه. طب اسال لو الزمالك خرج الله لا يقدر يعني من قدام مصيبه الزمالك. الله طب ما هو انت لا تبقى الزمالك لو ما خدش بطوله بالمستوى ده تبقى مصيبه. لو ما خدش بطوله بالمستوى ده مصيبه. لكن انه ياخد البطوله. طب لو خدها مش انجاز؟ لا مش انجاز. ليه؟ ده نادي الزمالك مش بطوله قاريه. ده نادي بطوله قاريه بس المستوى المنافسين بتوعك مين ايا كان في الاول في الاخر بطوله قاريه. مين مستوى المنافسين يا امير؟ قول لي مين مستوى المنافسين. مين المنافس اللي انت شايفه عندك؟ اتحاد العاصمه الجزائري هو واحد من اضعف نسخه في اخر خمس سنين. ده اقوى فريق. نهضه بركان. نهضه بركان ثالث دوري. والوداد مؤخر عنده عدد ماتشات مؤجله. الوداد على فكره مع احترام الكامل للانديه المغربيه خد بالك الكره المغربيه بتصدر محترفين ما عندهاش حد جوه زي غانا. انا ما ينفعش اقارن الزمالك بتاريخه واسماءه ونجومه وكل حاجه احطه في مقارنه مع الانديه دي. الزمالك لو ما خدش الزمالك ياخد البطوله ونايم في البيت مع كامل الاحترام. طب وهل الزمالك مدعم صفوفه بشكل انت جايب 11 لاعب. انت جايب 11 لاعب في يناير عايزينهم ثلاثه مهمين جدا مش مقيدين افريقيا. مين الثلاثه المهمين؟ بتتكلم عن عبد الله بتتكلم عن ناصر مين تاني في حد كمان؟ لا احمد حمدي مقيد. لا احمد عبد الله وناصر ماشي اثنين مهمين جدا هو ناصر بس في عبد الله شويه. عبد الله 39 سنه الراجل بيأدي في الملعب. انا مش عارف انت عايز بصراحه انا مش عارف ايه مشكلتك عادي يعني الناس دعمت انا نفسي بس في انا نفسي لعيبه ما بتدوش زي ما الناس بتحاول تضخم الكونفدراليه. نفس الناس عم تحاول تضخم حاجه مش مجرد الواقع تدي حاجه صح حقها. ده اللي انا اقصده على فكره من الكلام ان النادي الاهلي اللي بيعمله ده ضرب من طبعا لا محدش الاهلي ده اعجاز على مستوى العالم طبعا. كله الا الريال اوكي ده حقيقي فقط لا غير. حلو انت بتلاقي يا عم خمس مرات لا اي حد يقلل من انجاز النادي الاهلي وصوله خمس مرات يبقى هو مش مقيم الامور بشكل مظبوط يعني.